لطالما كانت الجزائر ورقة في مختلف المواعيد السياسية الفرنسية يستخدمها الكثيرون لاستمالة الذين لا يزالون يكنون حقدا دفينا لبلد استرجع سيادته واستقلاله بقوة السلاح والعزم والصبر. فكيف ينظر الجزائريون للإساءة المتكررة؟ تابعوا معنا. كل ما يجي الانتخابات تاع ماكرون باش ينتخب دائما يحب يبان بالجزائر، يحب يشوى على السمعه تاعها. مي حنايا باينين عندنا سياده وطنيه، عندنا تاريخنا، عندنا علمنا، عندنا الشهاده تاعنا اللي ماتوا على جال البلاد وجابوا السياده الوطنيه. كاتني بكيت انا باش يقيس بلادي، قاسني هنا في الشرف تاعي كاع تاع المجاهدين تاع الشهداء تاع مليون ونص تاع 40 45 مليون جزائري قاسنا كاع. بكري الدوله هما استعمرونا 130 سنه وحاربنا معاهم، خرجناهم بالشهداء تاعنا الله يرحمهم، ورانا مستقلين الحمد لله. مهما كانت عندنا صعوبات، مي صعوبات احنا نعالجوها داخليه. الجزائر اللي قعد قلبهم معلق فيها خلاوها وراحوا بالسيف، حوزوهم الشعب الجزائري، حوزوهم المناضلين والمجاهدين، مليون ونصف مليون شهيد جاهدوا وماتوا في سبيل هذه البلاد باش خرجت هذيك الدولة الحقارة من بلادنا. نستناو منه كل شيء. الشعب الجزائري ما مع حتى دولة، مع دولته، الشعب الجزائري مع بلاده، مع الجزائر الحرة الأصيلة، مع الدولة الجزائرية المسلمة، مع الناس اللي يحبوا يخدموا هاد البلاد. الشعب الجزائري جامي ما يكون مع ناس واحد أخرين. الشعب الجزائري أبي ذو أصالة، ما يمشيش مع نيمبورت لوكي. إن شاء الله الجزائر تبقى صامدة، الجزائر دولة عظيمة فيها رجال فيها نساء. الجزائر ما تطيحش هكذا كوبرك، الجزائر فيها صلاحها، فيها عرقتها، فيها كل شيء. إن شاء الله ربي يحفظ لنا البلاد. الجزائر قوية بجيشها، بشعبها، بدينها، بلغتها العربية والأمازيغية. إذن التصريحات نتاعك باطلة. إحنا ما يهمناش هذه، ما يديروا لنا والو، راك غلط. الجزائر قوية، عندها رجالها، ومسقية بدم الشهداء. ما تغلطش روحك. إذن عاود راجع كلامك، وعاود اطلب الاعتذار للسيد تبون رئيس الجمهورية. والشعب الجزائري قاطبة، أنا عندي العقيدة نتاعي، نأمن عندي شهداء، الأرض مسقية بكل الشهداء، ما تخوفناش. والشعب الجزائري مش راح يتأثر بها، بالعكس راك راح تزيدوا عزيمة وقوة وثبات، وراه يزيد يحذر، راه ياخذ منك. اذا انت اعتبرتها باللي خطوه، دوك الشعب الجزائري يهبط 10 20 ولا 30 ولا 100 خطوه باه يزيد يوجد لك. فرنسا الرؤساء تاع فرنسا دائما هكذا، ساركوزي ماكرو دائما غير يقول انتخابات تجيو مع الجزائر، فهمة؟ والجزائر دوله ما كاش هذه، فهمة؟ زير دولة وشعب يحب بلادو يهضر ولا يقعد. حنايا ما نهضروا ما والو، نسكتوا نخليهم يهضروا. ماكرون سيتي ان انسيان كولونيزاتور، دونك ils ont toujours ce point faible، il a toujours ce point faible dans son cœur. مستعمر. À chaque fois يشوفوا الجزائر تبغي تطلع يديروا لها ان اوبستاكل. وان شاء الله يا ربي الامه الجزائريه، الامه الجزائريه ما تاخرش وما توليش برا وليك. هذه اهانه، راني معك، اهانه تاع الصح، وحنا ما نتقبلوش باش الرئيس تاع فرنسا يتدخل بهذه الطريقه. يفو ريسبكتي لي ناسيون، يفو ريسبكتي لوتر. هذه هي ما ريبونس. كوم اون فو ريسبكت اون لي ريسبكت نو. تسمعي يقولوا الجزائريين يبغوا الفرنسيين، سي فري. حنا امه اللي تحب كاع العالم، تحب الناس وتحب الخير. دونك مسيو ماكرون ريسبكتي لي زوطخ. الدولة الجزائرية أو أي دولة كاين تاريخ، كاين تاريخ ربما يبدا من الصفر ويطلع، يبدا من الصفر ويطلع. ما شاء الله الجزائر هي مخرجة دي كادخ دوبوي لانديبوندون جوسكا مانتنون. الجزائر عملت باش تحسن
مستوى المعيشي، المستوى الثقافي، المستوى التربوي، اوني بريزون، اوني بريزون بارتو. يحب يجبد الشعب ويضرب حكومه. حنا كي الشعب كي حكومه، انا حكومه دوله الاخر، دوله اسلاميه، دوله مازيغيه، دوله كلش، ما يقيسناش كاع هيداك. لان الاخر نيدا الاخر خثني الجاليه الجزائريه تاعنا يوقفوا ما يفوتوش مع واحد كيما هذايا. ماكرون هو عنده حمله انتخابيه وباغي يوري للنصارى باللي الفرنسي باغي باللي إلي سي ان كرون مسيو اي كيلي كاباب دو 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 دانسولتي لالجيري و لي زونسيان كولوني ايتترا. سي اون كومبان كيقولها الكترال على لافونس. Mais il se trompe d'adresse parce que les Algériens ne se lancent pas faire.